بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 23 من سلسلة دروس كتاب الأذكار للإمام الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. قال: باب ما يقال عند الصباح والمساء. اعلم أن هذا الباب واسع جدا، ليس في الكتاب باب أوسع منه. يعني الآن سيذكر لنا أذكار الصباح والمساء، أنت تأخذها تكتبها على ورقة وتقرأها في كل يوم صباحا ومساء. هو طبعا هو لم يستوعب كل ذلك، هناك أذكار كثيرة لم يذكرها، ولكن ذكر هو يعني فيما يراه أصح الثابت أو الأهم. قال: وأنا أذكر إن شاء الله تعالى فيه جملا من مختصراته، فمن وفق للعمل بكلها فهي نعمة وفضل من الله تعالى، اللهم أكرمنا بذلك، وطوبى له، ومن عجز عن جميعها. وطوبى له يعني دعاء له بالفلاح، أو يخبر أن من يأتي بهذه الأذكار كلها هو من الفالحين الناجحين المفلحين. ومن عجز عن جميعها فليقتصر من مختصراتها على ما شاء ولو كان ذكرا واحدا. والأصل في هذا الباب، في باب أذكار الصباح والمساء، من القرآن العزيز قوله سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يعني القرآن يأمرنا بالذكر صباحا ومساء. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال صباحا ومساء. قال أهل اللغة: الآصال جمع أصيل، وهو ما بين العصر والمغرب. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال أهل اللغة: العشي ما بين زوال الشمس وغروبها. يعني كأن الشيخ الآن يقول لك: أنت مطالب بالذكر على مدار النهار، على مدار ساعات النهار، القرآن يأمرك بالذكر فلا ينبغي أن تكون غافلا. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، الآية. وقال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. أقنيات كان موجودا، ذهب متى ذهب الآن؟ قال: وروينا في صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني. إيش يعني سيد الاستغفار؟ يعني أفضل سياق الاستغفار. وهذه الصيغة تحقق لك من الثمرات المطلوبة ما لا تحققها صيغة أخرى، فهي السيدة، سيدة هذه الصيغ التي سمعتها أو تسمعها أو تصيغها أو تصاغ، هذه أفضل صيغة. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك
ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أعترف بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي وأعترف كذلك بذنوبي وتقصيري وغفلتي، فاغفر لي عجزي عن الشكر، واغفر لي ما وقعت فيه من ذنوب وآثام، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: إذا قال ذلك حين يمسي فمات في الليل، يعني قبل طلوع الفجر، دخل الجنة، أو في رواية أخرى كان من أهل الجنة. وإذا قالها حين يصبح فمات من يومه مثله، يعني دخل الجنة أو كان من أهل الجنة. فلا ينبغي لمسلم عاقل أن يهجر هذا الذكر بعد صلاة الفجر في الصباح أو في المساء بعد المغرب. معنى أبو أقر وأعترف. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، يعني جاء ب120 ب150 أو أتى بهذا الذكر وجاء بأذكار أخرى أنت لم تأتي بها، فهو يأتي بأفضل. أما لو أنكما اثنان أو جماعة كلهم لا يذكرون ويأتون بأذكار، يأتون بأذكار وأنت تأتي بهذا الذكر، ذكرك هذا أفضل بكثير. قال: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. قال في رواية أبي داود: سبحان الله العظيم وبحمده. لذلك تقول 100 مرة سبحان الله بحمده، و100 مرة سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرها بالأسانيد الصحيحة عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: قل. فلم أقل شيئا. قال له: قل. فسكت. ثم قال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فقلت: يا رسول الله ما أقول. قال: قل. قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. إذن هذا الذكر الثاني الآن، الذكر الثاني 3 مرات صباحا تأتي بسورة الإخلاص والمعوذتين كل واحدة 3 مرات، ومساء لا نقصر في ذلك، نعلم هذا زوجاتنا ونعلم هذا أبناءنا وبناتنا. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة وغيرها بالأسانيد الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر، يعني دخل في وقته السحر، يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. هذا كان يقوله إذا كان مسافرا. قال القاضي عياض
وصاحب المطالع وغيرهما. سمع بفتح الميم المشددة، ومعناه بلغ سامع قولي هذا لغيره، تنبيها على الذكر في السحر والدعاء في ذلك الوقت. وضبطه الخطابي وغيره سمع بكسر الميم المخففة. قال الإمام أبو سليمان الخطابي: سمع سامع معناه شهد شاهد، وحقيقته أصل الكلام يعني ليسمع السامع وليشهد الشاهد على حمدنا لله تعالى على نعمته وحسن بلائه. إذن هذا معنى إيش؟ معنى قوله سمع سامع يعني ليشهد بأننا شكرنا الله وحمدنا الله عز وجل. وهكذا أنت مولانا، أنت عندما تحمد الله على مرأى ومسمع وتأتي بالطاعة أمام الناس، هذا ليس من باب الرياء، وإما من باب أن تكثر الشهود لك يوم القيامة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يرتاد أو يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، اشهدوا له بالإيمان. قال: وروينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا، وأمسى الملك لله والحمد، وأمسى الملك لله والحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: لك الملك وله له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك. هذا تتمة الدعاء، هذا تتمة الدعاء: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. أن هذا ما أحفظه: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله. كلكم عندكم والحمد بدون كلمة لله؟ عندك؟ والله هذه أظن هذه الصحيحة، هذه والله أعلم الثابتة في صحيح مسلم، أن يقول: أصبحنا أو أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. أن هذا ما أحفظه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أسألك ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا، يعني قال: أصبحنا وأصبح الملك لله. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، يعني يشكو له أن العقرب قد لدغته. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. ذكره مسلم متصلا بحديث لخولة بنت حكيم رضي الله عنها هكذا. هلا كلمات الله التامات قيل هي أسماؤه الحسنى، التامات يعني التي لا يدخلها نقص، التي لا يدخلها نقص، فهي كلها كمال بكمال. الله. وقال بعضهم: كلمات الله التامة هي القرآن، وقيل: كلمات الله التامة هي القرآن، وقيل غير ذلك. وروينا في كتاب ابن السني وقال فيه: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا لم يضرهم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال: وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن
إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي حديث حسن صحيح. قال وروينا نحوه في سنن أبي داود من رواية أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله علمنا كلمة نقولها إذا أصبحنا وإذا أمسينا واضطجعنا، فذكره ذكر الحديث السابق. وزاد فيه بعد قوله وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، تأتي بهذه الزيادة أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم وشركه على وجهين، أعوذ من إيش وشر الشيطان وشركه، أظهرهما وأشهرهما بكسر الشين مع سكون الراء من الإشراك، أي ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى. والثاني شركه، يعني لها لفظ آخر شركه بفتح الشين والراء، أي حبائله ومصائده، واحدها شركة فتح الشين والراء وآخره هاء. قال وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. هذا لفظ الترمذي، وفي رواية أبي داود لم تصبه فجأة بلاء. قال وروينا في كتاب الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله تعالى أن يرضيه، كان حقا على الله أن يرضيه. في إسناده سعيد بن المرزبان أبو سعد البقال بالباء الكوفي مولى حذيفة ابن اليمان، وهو ضعيف باتفاق الحفاظ. وقد قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، فلعله صح عنده من طريق آخر والله أعلم. قال وقد رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، فثبت أصل الحديث ولله الحمد. وقد رواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين وقال حديث صحيح الإسناد. ووقع في رواية أبي داود وغيره وبمحمد رسولا، وماذا قال؟ وبمحمد نبيا، احنا نقول نبيا ورسولا، وفي رواية الترمذي نبيا، فيستحب أن يجمع الإنسان بينهما فيقول نبيا ورسولا، ولو اقتصر على أحدهما كان عاملا بالحديث. قال وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد لم يضعفه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت
وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله تعالى ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتقه الله تعالى من النار في الصباح والمساء أربع مرات. وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد لم يضعفه عن عبد الله بن غنام بالغين المعجمة والنون المشددة البياضي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة، سبحان الله أنا أحفظها، أو بأحد من خلقك، ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، ما في عد عنده نسخة أو بأحد من خلقك، ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، ولك الحمد ولك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أنا أحفظه: من قال حين يصبح اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد لك الشكر على ذلك. لا بد أن نرجع إلى سنن أبي داود. طيب، قال: وروينا بالإسناد بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. الروع هو الخوف، الروعات الأمور التي توقعني في الخوف، اجعلني آمنا. كان يقول: اللهم إني أسألك الأمن والأمان، وآمن روعاتي، أذهب عني كل ما يوقعني في الروع والخوف. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يعني أراد هنا أن أغتال من تحتي، يعني من حيث لا أشعر. تمام، هنرجع لأبي سنن أبو داود، ليس للكتاب، نرجع للكتاب أبي داود إن شاء الله. إذن هنا من تحتي يعني من حيث لا أشعر، من حيث لا أشعر. قال: أو أغتال من تحتي. الغول هو الهلاك، الغول ما هو الهلاك، يعني يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أصاب بالهلاك من حيث لا أشعر. واضح؟ من تحتي يعني من حيث لا أشعر بخسف أو غيره. أن أغتال أي أن أصاب بالهلاك، أن أصاب بالهلاك. قال وكيع: يعني الخسفة، يعني يشرح معنى قوله أن أغتال من تحتي، يعني أراد الخسف. قال الحاكم أبو عبد الله: هذا صحيح الإسناد. قال: وروينا في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما بالإسناد الصحيح عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامة. قلنا المراد بالكلمات التامة ما هي؟ أسماء الله وصفاته أو القرآن الكريم، القرآن الكريم.
وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. معنى قوله من شر ما أنت آخذ بناصيته يعني من شر ما هو في قبضتك وتحت تصرفك، لأنه ما من مخلوق في على وجه البسيطة في الكون من ما من مخلوق موجود إلا وهو في قبضة الباري تبارك وتعالى. فقال من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. ثم قال وروينا في سنن أبي داود. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.